بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبتدي أول فيديو في شرح الكيمياء العضوية للصف الثالث الثانوي سنة 2018، دفعة 2017-2018. بإذن الله هيتم شرح منهج الكيمياء العضوية كاملا في 10 أو 11 فيديو، إن شاء الله مش هيزيدوا عن كده، وإن زادوا عن كده هيكون مثلا فيديو بحل فيه أسئلة أو بحل فيه امتحان أو أي حاجة، لكن إن شاء الله الشرح هيكون 10 أو 11 فيديو، مش هيزيدوا عن كده إن شاء الله. أنا هقسم الفيديوهات، يعني كل ده فيديو فيه درس، والدرس أنا اللي هقسمه، يعني هو الكيمياء العضوية في كتاب المدرسة باب واحد، مش متقسمة دروس ولا حاجة، بس أنا هقسمها بالطريقة اللي أنا شايفها صح يعني. طيب، أولا عايز أتكلم عن منهج الكيمياء العضوية شوية. الكيمياء العضوية هي طبعا احنا عارفين ان الكيمياء بتاع تالتة ثانوي منفصلة، يعني الباب الاول ملوش دعوة بالباب التاني، ملوش دعوة بالباب التالت، ملوش دعوة بالباب الرابع، ملوش دعوة بالباب الخامس اللي هو الكيمياء العضوية. يعني مثلا انت لو في مشاكل، مثلا في حاجات مش فاهمة في الباب الاول او التاني او التالت او الرابع او اي حاجة، عادي جدا الكيمياء العضوية مش متصلة بيهم تماما. دي حاجة. تاني حاجة، انا هساعدك ان انا اوصل لك المعلومه على قدر امكاني، يعني معنى صح انا عامل الفيديوهات ديت علشان افهمك كيمياء عضويه. طيب، اولا اعرفك بنفسي، انا اسمي حسين محمد، انا اكبر منك بسنه، انا في اولى جامعه في كليه العلوم جامعه عين شمس. انا مش مدرس، يعني احنا يعتبر زمايل كده، انا بذاكر لك، بنذاكر مع بعض، مش بذاكر لك، يعني احنا بنذاكر مع بعض. فلو انت حابب تتابع الدروس او تتابع الكيمياء العضويه من مدرس، فالفيديو ده مش ليك. الفكره كلها ان انا اللي انا فاهمه في الكيمياء العضويه حاول ادهولك، حاول اوصل لك الكيمياء العضويه معنى اصح. طيب، انا كاتب اسمه تحت، وغالبا هتلاقي الاسم ده مكتوب في كل فيديو. هبتدي باجابه بعض الاسئله، يعني انت وانت داخل على الكيمياء العضويه في بعض الاسئله اكيد جت في دماغك او سمعتها من حد اكبر منك، مثلا عدى على السنة قبل كده أو أي حاجة، أو مدرس أو أي حاجة. هجاوب بعض هذه الأسئلة المهمة. أول سؤال هو: هل العضوية صعبة؟ هل الكيمياء العضوية صعبة؟ بص، من وجهة نظري أولى وتانية ثانوي منهج الكيمياء فيهم أصعب من الكيمياء اللي تالتة ثانوي. يعني كيمياء تالتة ثانوي عامة عضوية وغير عضوية من وجهة نظري أسهل بكتير، أو أسهل كيمياء أنت خدتها في ثانوي عام، فلذلك العضوية مش صعبة. يعني الإجابة المختصرة، العضوية مش صعبة. ليه العضوية مش صعبة؟ لأن هي محتاجة فهم. أنت لو فهمت الدنيا هتكون معاك سلسة جدا، وهتلاقي إن العضوية ديت مادة داخل تقفله في الامتحان. اللي قالك إن العضوية صعبة حاجة من الاتنين: إما إنه مدرس خايف عليك فعايزك تذاكرها وعايزك ما تهملهاش، وده بيخوفك مش بيخاف عليك، أو طالب زميلك أكبر منك مثلا كان حافظها ومش فاهمها فوجدها ان هي صعبه. العضويه ما ينفعش تحفظ. طبعا اي ماده في الدنيا فيها جزئيات حفظ وجزئيات فهم، بس العضويه الجزء الاكبر فيها، الكيمياء عامه، الكيمياء والفيزياء والرياضه والاحياء، الجزء الاكبر فيهم الفهم. فلذلك ماده زي العضويه مثلا، فرع زي العضويه مثلا، ما ينفعش انت تكون حافظه، لازم تكون فاهمه. فلذلك انا جاي، انا بحاول ان انا افهمها لك. انت فتح الفيديو ده حاجه من الاتنين: اما انك ما بتاخدش درس بره وبتتابع دروسك من على النت، او اما انك خدتها مع المدرس بتاعك وما فهمتهاش. في الحالتين ربنا يقدرني باذن الله ان افهمها لك، مش احفظها لك، افهمها لك. طبعا في جزئيات حفظ، ما حدش يقدر ينكر في حاجات حفظ في الكيمياء العضويه وهتكلم عنها دلوقتي، فلازم تحفظها. في حاجات فهم ما ينفعش تحفظها، لازم تفهمها. انا هحاول ان انت افهمك كل حاجه في العضويه، وكل حاجة حفظ هحاول إن أنا أبسطها لك وأقول لك تحفظها إزاي، وطول ما أنا شغال كده في الفيديوهات هدي لك نصيحة في التانية تذاكر بيها الجزئية ديت والجزئية ديت. لذلك إحنا اتفقنا إن العضوية فهم مش حفظ، وأنا هحاول أفهمها لك بإذن الله. طيب، قبل ما ننتقل على السؤال اللي بعده، أنا عايز أقول لك إيه الجزء الحفظ في العضوية. بالنسبة لنا لما كنت بذاكر عضوية، أرخم حتة في العضوية شروط التفاعل. يعني أرخم حتة في حفظ العضوية أو في مذاكرة العضوية عامة شروط التفاعل. قصدي إيه بشروط التفاعل؟ لما أنت كان مثلا يقول لك مركب A، مركب A زائد B بيدي لك مثلا C،
دي مثلا معادلة في العضوية. هتاخد معادلة تانية A زائد B نفس المركبين بيدولك مركب تالت D. الله، طب ايه الفرق المعادلة دي عن المعادلة دي؟ هتلاقي الفرق في شروط التفاعل. هنا مثلا عملت درجة حرارة 300 درجة سليزيوس ومثلا 50 ATM ضغط جوي، 50 ضغط جوي. هنا مثلا حطيت البلاتين عامل حفاز ومثلا خليتها 501 ATM. يعني شروط التفاعل ممكن تخلي النواتج مختلفة تماما. شروط التفاعل اللي هتخلي التفاعل مختلف عن التفاعل اللي قبله، هتخلي تفاعل تاني خالص. لذلك لازم تكون حافظ شروط التفاعل. هي دي بالنسبة لي أرخم حاجة في العضوية. أنا مش بخوفك والله منها، أنا بس بفهمك إن أنت لازم تركز على الحتة ديت. هتحفظها إزاي؟ وأنت بتذاكر هتقولها مرة اتنين تلاتة، هتيجي تحل مرة، هتحل تاني، هتحل المعادلة دي تالت، هتكتب تالت، الحل هتلاقيك حفظته. احنا هنتكلم عن الحل دلوقتي، وهكلمك عن فايدة الحل في العضوية، ولازم تعرف ان الحل مهم جدا في العضوية، سواء حل على الحاجات اللي انت فاهمها او الحل على حاجات الحفظ، يعني سواء حتة حفظ او فهم لازم تحل عليها. ده كان المقصود بشروط التفاعل. كده احنا جاوبنا على السؤال الاول، هل العضوية صعبة؟ وقلنا الاجابة المختصرة لا. انا اعتذر، بس هيبقى في كده مقدمة كده بسيطة هاخد من وقتك شوية. لو انت حابب تبدأ في الشرح جري الفيديو، بس صدقني المقدمة دي بالنسبة لي مهمة زي الشرح، ما تقلش أهمية عن الشرح. طيب السؤال التاني، ازاي اذاكر عضوية وما انساهاش؟ بص يا سيدي، طريقة المذاكرة ديت شيء خاص بيك، يعني ما ينفعش اقول لك خد الطريقة ديت هي دي احسن طريقة للمذاكرة، لان احسن طريقة للمذاكرة ليك غير احسن طريقة للمذاكرة ليا. انت عقلك غير عقلي، ربنا خلقك بعقل بيفكر بطريقة، قدراته معينة، وانا ربنا خلقني بعقل بيفكر بطريقة تانية، قدرات تانية. لذلك طريقة المذاكرة اللي هتنفع معايا مش هي طريقة المذاكرة اللي هتنفع معاك انت. ما ينفعش، مش شرط يعني، ممكن انت تاخد مني طريقة المذاكرة تلاقيها ماشية معاك وانت كنت محتاج الطريقة ديت. يعني مش شرط لما اقولك ذاكر المادة بالطريقة ديت يبقى هي دي الطريقة الصح ومفيش غيرها ينفع. ولكن في حاجات اساسية، في حاجات حتى لو انت مش حاططها في طريقة مذاكرتك لازم تحطها، حاجات اساسيات. اهم حاجة في الحاجات ديت هي الحل. مهما كانت طريقة مذاكرتك، مهما كانت طريقة مذاكرة اي حد في الدنيا، لازم الحل. انت بتذاكر المعلومة لازم تعرف السؤال بيجي عليها ازاي، لازم تعرف هتتسأل فيها ازاي، تعرف شكل السؤال. شكل السؤال ده هتجيبه بقى من الامتحانات اللي فاتت بتاعت السنين اللي فاتت، ومن النماذج والكلام ده كله. الكلام ده كله بيبقى متجمع في الكتب الخارجية، تشتري لك كتاب خارجي وتحل. الطريقة اللي هتذاكر بيها أو طريقة التأكيد المعلومة في دماغك هي الحل. الكلام ده في أي مادة. وزي ما قلنا شروط التفاعل ديت هتنساها، ذاكرها مرة اتنين تلاتة عشرة هتنساها، أمال تفتكرها ازاي؟ بالحل. الحل بيأكد على المعلومة. في طريقتين للحل، أو مش طريقتين للحل، أشهر طريقتين للحل اللي أنا أعرفهم صراحة، ما أسمعش عن غيرهم. إما إنك تذاكر الدرس في يوم وتحل عليه في نفس اليوم، او انك تذاكر الدرس في يوم وتقسم الحل. طبعا الوقت اللي بتاخده في الحل اكبر من الوقت اللي بتاخده في المذاكرة. انت مثلا ذاكرت الدرس مثلا في ساعتين، هتجد ان انت الحل عليه ممكن ياخد 4 ساعات او 3 ساعات. انا بقول مثلا، انت حسب بقى انت بتذاكر ازاي. ففي ناس تذاكر المادة وتحلها في نفس اليوم، في ناس تقولك لا انا لو حليتها وذاكرتها في نفس اليوم على ما اجي اليوم الاسبوع اللي جاي يعني الدرس الجديد هكون نسيتها، فيقوم يذاكرها في يوم ويقسم الحل ده على الأسبوع كله. وأنا بصراحة شايف إن دي طريقة سليمة جدا. يبقى أنت إما إنك هتحل الدرس كله، هتحل على الدرس كله في نفس اليوم بعد ما تذاكر، أو إما إنك تقسمها على الأسبوع. طب لو قسمتها على الأسبوع هقول لك نصيحة كده تعملها. أنت مثلا الكتاب، أي كتاب خارجي هتلاقيه مقسمه أكمل، بعد كده علل، بعد كده مثلا أكمل المعادلات، بعد كده أذكر أو كده. هل هتحل مثلا في اول يوم اكمل بس، بعد كده تاني يوم اختر بس؟ لا، الفكره ان انت تاخد من كل سؤال مثلا اكمل عليه 30 سؤال، حل منهم 15 واحد عشوائي او 10 عشوائي، تخش على علي ال 10 مثلا هم، حل مثلا منهم 4 عشوائي مش ورا بعض، بحيث ان انت النهارده تكون حليت على كل النقط. انت الدرس بيكون مقسم، متقسم عناوين كده، تكون حليت على كل عنوان، بحيث ان انت ما تحلش على عنوان وتيجي تاني يوم تكون نسيت العنوان ده او الجزئيه ديت من الدرس. طبعا انا بدي لك الطريقتين، قلت لك الطريقتين وازاي، وانت براحتك تختار الطريقه اللي انت عايزها
والطريقه اللي انت شايفها مناسبه والاصح. وطبعا انا زي ما بقول لاي حد اصغر مني او اي حد زميلي، وبقولها لنفسي واي حد، انت اللي بتختار طريقه مذاكرتك. محدش هيقدر يقولك ذاكر بالطريقه كذا وكذا، انت اللي هتحدد طريقه مذاكرتك. بس لازم تاخد نصيحه حد او تاخد نصايح الناس اللي اكبر منك واللي قدك واللي اصغر منك حتى، اللي بيذاكروا الطريقه. شوفها ازاي وشوف هل الطريقه دي مناسبه معاك ولا لا. نخش على ثالث سؤال، وده اهم سؤال من وجهه نظري، ده اهم سؤال. لو انا لسه ما خلصتش اللي فات، هل اذاكر عضويه واركن اللي فات، ولا اذاكره الاول وبعد كده اذاكر عضويه؟ يعني لو انت مثلا مع المدرس بتاعك، المدرس دخل في عضويه وانت لسه ما خلصتش الباب الرابع، فاضلك مثلا ربع ولا نص، هل تذاكره الاول وتركن العضويه لحد ما تخلص وبعد كده تذاكرها، ولا تذاكر العضويه وتركن الباب ده لحد ما تخلص العضويه وتخلص المنهج وبعد كده تذاكره؟ انت عندك الخيارين دول. لو ان انت ذاكرت القديم وتركن العضويه هتنساها، طب لو ركنت القديم وذاكرت العضويه هتنسى القديم، ايه الحل؟ الحل ان انت تدوس على نفسك. يعني ايه؟ يعني بدل ما انت مثلا بتذاكر الكيمياء، انت عامل لك جدول او مش عامل لك جدول براحتك، انت منظم نفسك كده ان انت بتذاكر العضويه بتذاكر الكيمياء مثلا 4 ساعات في الاسبوع مثلا. ال4 ساعات دول انت بتذاكر حصه واحده، درس واحد يعني. تدوس على نفسك بحيث ان انت تذاكر 6 ساعات او 8 ساعات مثلا، تضاعفهم. بمعنى صح، انت هتاخد درس النهارده عضويه مثلا تذاكره، وفي نفس الوقت تذاكر الدرس القديم، بحيث ان انت متركنش القديم ولا تركن العضويه. هتقول لي طب ما كده يبقى صعب عليا، هيبقى في ضغط. اقول لك معلش، اضغط نفسك يوم او يومين على حسب بقى انت راكن قد ايه من القديم عشان تخلصه، بحيث ان انت ما تهملش حاجه وترجع تضايقك بعد كده وانت بتلمها قبل الامتحان. خصوصا ان انت هتخلص المنهج هتراجعه مره، مش هيبقى في وقت ان انت تراجع المنهج او تذاكر حاجه جديده قبل الامتحان في اخر السنه. يعني في دفعه 2017 دفعتي كان مدينا يومين قبل الكيمياء العضويه، يومين ونص قبل الكيمياء، فلو انت في حاجه ما ذاكرتهاش هيبقى صعب تذاكرها في الوقت ده. فصدقني اضغط على نفسك دلوقتي وانت لسه كده يعتبر في تلت السنه، تلت التاني من السنه، وذاكر اللي عليك ودوس على نفسك علشان تذاكر الجزء اللي فايتك وتذاكر العضويه معايا. اخر نصيحه عايز اقولها لك بقى قبل ما نبدا في الشرح باذن الله، هي ما تاجلش عضويه. النصيحه ما تاجلش عضويه. انت تاخد الدرس النهارده مثلا، سواء بقى خدته هنا في الفيديو هنا او مع المدرس بتاعك، تاخده النهارده مثلا، قدامك لحد الاسبوع اللي بعده، لحد الحصه اللي جايه. انت بقى مثلا بتاخد حصه كل اسبوع، بتاخد يوم الاثنين مثلا، قدامك لحد يوم الاثنين تذاكر الدرس ده وتحل عليه. ما تبداش في درس غير وانت مذاكر وحلل القديم، عشان ما تاجلش. ما تقولش ايه مثلا اه انا ذاكر جديد واجل الحل، هتلاقي ان الحل بدا يتراكم عليك وهتلاقي ان الدنيا بدات ترخم معاك وتبدا تكره العضويه. طبعا انت ما تاجلش اي حاجه، لو بايدك ان انت ما تاجلش اي درس في حياتك يبقى ما تاجلوش، دوس على نفسك وذاكره. بس نصيحتي المهمه قوي والله من وجهه نظري مهمه قوي، ما تاجلش عضويه، ما تاجلش عضويه. طيب كده انا قلت لك المقدمه البسيطه، يعني اللي انا اتمنى انك تكون سمعتها، اتمنى انك ما تكونش جريتها، عشان مهمه بصراحه والله. انا بالنسبه لي مهمه زيها زي الشرح، ما تقلش اهميه عنه. وقبل ما ابدا في الشرح احب بس اعتذر عن الاصوات اللي انت سامعها دلوقتي، صوت السرينه ديت وصوت الجلسات والحاجات ده. انا اوضتي على شارع عمومي، فانا بتاسف جدا على الصوت اللي هتسمعه ده. لو انت بتتابع الفيديوهات هتتابع الفيديوهات، انا متاسف على اي صوت هتسمعه بعد كده. يعني احنا في مصر بقى وانت عارف محدش بيبقى هادي في الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا اول درس في الكيمياء العضويه، انا مسميه مقدمه في الكيمياء العضويه. اولا بس نسيت اقول لك في المقدمه، الكيمياء عندك العضويه باب، حجم الباب ده بمقام بابين. يعني انت عندك منهج الكيمياء مش 5 ابواب، لا هو 6. الكيمياء العضويه في الحجم بمقام بابين، مش في الصعوبه بمقام بابين، لا هي اسهل بصراحه من الابواب اللي فاتت. يعني ما فيهاش مسائل، لو انت ما تعرفش عني الناس بتكره مسائل كيمياء، العضويه ما فيهاش مسائل، طبيعي جدا. وزي ما قلت لك معادلتها مشكلتها فقط في شروط التفاعل، وقلنا ازاي نحل مشكله شروط التفاعل بالحل. طيب زمان الناس وجدت ان في مركبات اسمها مركبات عضويه،
طب ليه سموها عضوية؟ سموها عضوية لأن هي تستخلص من كائنات حية، يعني مثلا وجدوا الحبر، وجدوا الحاجات ديت، العطور، الزيوت، السكر والخل والكحول، الكلام ده كله وجدوا إن هما بيطلعوه من كائنات حية، وبيعملوا عليها بعض التفاعلات الكيميائية التانية بس أساسها من كائنات حية. يعني مثلا السكر بيتجاب من النبات، الزيوت بتتجاب من بذر القطن، فالحاجات دي كلها بتتجاب من كائنات حية اللي هي النبات، فلذلك النبات والحيوان يعني، فلذلك سموها كيمياء عضوية. فيما بعد اكتشفوا ان انت ممكن تحضر الحاجات دي في المعمل، يعني احنا هنشوف قدام ان الكحول ده اللي بيتجاب من مادة عضوية، بيتجاب من حيوان او نبات، الكحول ده انت ممكن تحضره في المعمل، فلذلك اسم الكيمياء العضوية اسم قديم، او بمعنى اصح العضوية مش عضوية، المواد العضوية مش تستخلص فقط من كائنات الحية. زي بالظبط الكبريت، عود الكبريت اللي بتولع بيه البوتاجاز، العود ده اسمه كبريت مع انه معمول من الفوسفور، يعني الراس اللي هي بتولع ديت معمولة من الفوسفور. انا معرفش ايه السبب اللي بيسموه كبريت، بس الناس عرفت ان هو فوسفور والناس فاهمة، بس اسمه كبريت. هي العضوية كده اتسمت زمان عضوية لان هما كانوا فاكرينها بتستخرج من الكائنات الحية، فلذلك سموها عضوية. لما عرفنا الصح برضو سميناها عضوية، فضلت زي ما هي وفضل الاسم ده منتشر عليها. طيب هنبدأ بأول حاجة، سنة 1806 جه عالم اسمه بارازيليوس. بارازيليوس قسم المركبات إلى نوعين، قال لك أنا هقسم المركبات لنوعين، مركبات عضوية ومركبات غير عضوية. المركبات العضوية والمركبات الغير عضوية على أي أساس؟ يعني إيه اللي كان بيخليه يقول أنا هسمي المركب ده عضوي والمركب ده مش عضوي؟ قال لك المركبات العضوية التي تستخلص من أصل نباتي أو حيواني، يعني المركبات العضوية قال لك تستخلص من أصل نباتي أو حيواني، والمركبات الغير عضوية مركبات تأتي من مصادر معدنية، تأتي من مصادر معدنية من الأرض. يعني إيه؟ زي الهيماتايت، زي الحديد، الحاجات دي بتتجاب من الأرض. ومثلا لما أنت تحب مثلا تعمل أي مركب من مركبات الحديد بتحضرها في المعمل، بس أصل المادة جه منين؟ جه من الأرض. وإحنا عامة حتى الآن يعني أي مركب في الدنيا بيجي من الأرض، مركبات الجدول الدوري الحديث تبقى من القشرة الأرضية أو بتحضر في المعامل. يبقى هو قسم، نرجع لموضوعنا، هو قسم المركبات لنوعين عضوية وغير عضوية، وعمل نظرية اسمها نظرية القوى الحيوية، وضع نظرية القوى الحيوية، نظرية القوى الحيوية. مين اللي وضعها؟ عم برازيليوس. يبقى نظرية القوى الحيوية لبرازيليوس، اعتبر برازيليوس أن المركبات العضوية هي المركبات التي تتكون داخل خلايا الكائنات الحية بواسطة قوى حيوية، يعني بمعنى أصح ربنا هو اللي بيخلقها في خلايا الكائنات الحية، ولا يمكن تحضيرها في ال... ولا يمكن تحضير هذه المركبات في المعمل. يعني عم برازيليوس قالك في نظرية القوى الحيوية، قال إنه يتم تخليق جميع المركبات العضوية داخل أعضاء أو داخل خلايا الكائنات الحية بواسطة قوة حيوية ولا يمكن تحضيرها في المعمل. طب عايزين نحط خط كده تحت آخر الجملة ديت، لا يمكن تحضيرها في المعمل، ده اللي قاله برازيليوس لا يمكن تحضيرها في المعمل. بس في واحد هدم النظرية ديت في سنة 1828 جه عالم اسمه فولر، او تنطقها فولر براحتك، يعني هي الاسم بالانجليش الاتش سايلنت، فبراحتك يعني اسمه فولر او فولر، شوف انت عايز تنطقها ازاي. العالم فولر ده هدم نظرية القوى الحيوية. ازاي؟ ايه اللي عمله خلاه يهدم النظرية ديت او خلاه يقول النظرية ديت غلط؟
حيث قام بتحضير اليوريا أو في المعمل. البولينا. برازيليوس قال لك لا يمكن تحضير هذه المركبات في المعمل اللي هي المركبات العضوية. لما انا اجي كده كواحد عالم مثلا قال لك ايه، انا هقدر احضر مركب في المعمل من مركبات غير عضوية. بص الملحوظة دي برضو مهمة، من مركبات غير عضوية، عشان محدش يقول مثلا يعني انا لو كنت لو جه فولر حضر البولينة ديت من مركبات عضوية يبقى هو ما عملش حاجة، هو بس كل اللي عمله ان هو خرج التفاعل بدل ما بيحصل في خلية الكائن الحي خلاه يحصل بره في المعمل. لكن هو لا، هو جاب مركبات غير عضوية وقدر انه يحضر اول مركب عضوي في المعمل. او كان ايه المركب ده؟ هو البولينة او اليوريا. المركب ده يتكون في بول الثدييات. طب هو عمل ايه؟ تسخين محلول مائي لمركبين غير عضويين هما كلوريد الأمونيوم وثيانات الفضة. كلوريد الأمونيوم وثيانات الفضة. تعال نكتب المعادلة. جاب كلوريد الأمونيوم NH4Cl فعله مع ثيانات الفضة AgCNO. خد بالك انت قلت تسخين محلول مائي لمركبين، يعني دول محاليل، هما الاتنين دول أملاح بس هو عملهم محاليل. عمل لهم تسخين ال CNO، المجموعة دي اسمها السيانات، يبقى CN AG CNO سيانات الفضة. دول أملاح يعني مركبات أيونية موجب وسالب. لما سخنهم حط المحلولين على بعض وسخنهم حصل تفاعل احلال مزدوج، الموجب من هنا اتحد مع الموجب من هنا والسالب من هنا اتحد مع الموجب من هنا، كونوا لي مركبين تانيين. كون لي ملح كلوريد الفضة AgCl، ملح ترسب كده، وال NH4CNO سيانات أمونيوم، وديت كانت محلول. فين المركب العضوي بقى في كده؟ حتى الآن مفيش مركب عضوي طلع. في ظل التسخين انت بتسخن، ايه اللي هيحصل؟ ال NH4CNO صيانات الامونيوم اكياس، وهي بتتسخن هتبدأ تشكل اليوريا. اليوريا اللي هو CO NH2 NH2. وبكده كان أول عالم قدر يحصل على مركب غير عضوي، مركب عضوي من مركبات غير عضوية، هو ده اليوريا اللي قال إن هو يقدر يحضره في المعمل من مركبات غير عضوية. يبقى العالم فولر قدر إن هو يهدم نظرية القوى الحيوية عن طريق إن هو قام بتحضير اليوريا في المعمل من مركبين غير عضويين. عمل إيه؟ عمل تسخين محلول مائي، سخن محلولين يعني لمركبين غير عضويين هما كلوريد الأمونيوم وثيانات الفضة. لازم تبقى حافظ المعادلتين، يعني دول اول معادلتين عندك في منهج العضويه. اول معادله كلوريد الامونيوم محلول وثيانات الفضه محلول. تسخين هيحصل تفاعل احلال مزدوج هيتكون لك ثيانات امونيوم وكلوريد امونيوم، كلوريد فضه راسب وثيانات امونيوم اكيوس. ثيانات الامونيوم لما تتسخن هتبدا تتشكل بشكل جديد وتكون لك مركب اليوريا. هو انا ليه كاتب مركب اليوريا كده؟ يعني هو ايه اللي فرق ده عن ده اصلا؟ ده كده مركب غير عضوي، ده كده غير عضوي، وده كده بقى مركب باليوريا عضوي. يعني نفس عدد الذرات من كل نوع، عندك كام ذره عندك ذرتين نيتروجين وعندك اربع ذرات هيدروجين وذره اكسجين وذره كربون، نفس الكلام هنا، يعني هو اختلف التركيب فكون لك مركب عضوي. طيب انت ليه كاتبها كده؟ يعني ليه كاتب السي او في النص وال NH2، وليه كاتب ال NH2 كده؟ ليه مش كاتبها CO NH2 NH2؟ والله لو كتبتها كده هيبقى صح برضه، يعني لو كتبتها بالطريقة دي أو الطريقة دي هيبقى صح، بس الأصح إن أنت تكتبها بالطريقة ديت. هنعرف قدام ليه، يعني في الفيديو ده هنعرف ليه بنكتبها بالطريقة ديت. ماشي. وكانت من هنا هي البداية اللي انطلق منها العلماء إن هم يحضروا أعداد هائلة ومركبات هائلة من المركبات العضوية. الأول كانت المركبات العضوية قبل ما يطلع عالم فولر، يعني قبل 1828،
كانت المادة العضوية تعرف على أساس مصدرها. مثلا المادة تسمى على حسب مصدرها، جاية من نبات فتسمى على حسب النبات ده، جاية من حيوان فتسمى على حسب اسم الحيوان. بعد كده المواد بقى تتسمى على حسب تركيبها، بقى ليها مسميات على حسب التركيب بتاعها، شكل التركيب بتاعها. هنعرف التسمية دي بتيجي ازاي، هنعرف ازاي بتقدر ان انت المركب ده على حسب بنيته تسميه وتقول اسمه وتفرقه بين المركب العضوي والمركب الغير عضوي. طيب احنا كده حضرنا اول مركب عضوي، بس ما اتكلمناش هو ايه الفرق بين المركب العضوي والغير عضوي. يعني امتى اقولك ان المركب اللي قدامك ده مركب عضوي، وامتى اقولك ان هو مركب مش عضوي؟ انا اقولك المركب اللي قدامك عضوي ان هو يكون فيه ذرات الكربون بشكل اساسي، او بمعنى اصح من خواص المركبات العضويه ان بيكون فيها ذرات الكربون بشكل اساسي. يعني اي ماده فيها كربون تبقى ماده عضويه، ما عدا اكاسيد الكربون واملاح الكربونات والسيانيد. يعني اي ماده فيها كربون هتبقى ماده عضويه، ما عدا الا لو كانت الماده ديت مثلا اكسيد الكربون زي السي او او اكسيد الكربون والسي او 2، واملاح الكربونات مثلا كربونات صوديوم ال ان اي 2 والسيانيد اللي هو سي ان. يبقى اي ماده فيها كربون هي ماده عضويه، ما عدا اكسيد الكربون واملاح الكربونات والسيانيد. يبقى دي الكيمياء العضويه اللي فيها كربون. اما بقيه الكيمياء او الكيمياء الغير عضويه هي باقي المركبات العاديه. اول لما تيجي تفكر في الموضوع هتقول يبقى اكيد المركبات الغير عضويه اكتر من المركبات العضويه. يعني المركبات العضويه ديت ده كربون بس، تعتمد على الكربون بس، كربون بشكل اساسي يعني. يبقى اكيد المركبات الغير عضويه اكتر عدد من المركبات الغير عضويه. ولكن الكلام ده خطا، عدد المركبات العضويه يتعدى العشرة ملايين، وكل يوم بعد يوم بيتم اكتشاف مركبات عضويه جديده ويتم تحضير مركبات عضويه جديده، بينما عدد المركبات الغير عضويه يتعدى النصف مليون. يعني النسبه بين المركبات العضويه، مركبات عضويه الى مركبات غير عضويه نسبه 20 إلى 1 تقريبا. ان يعني احنا زي ما قلنا المركبات العضويه 10 ملايين وكل يوم عددها بيزيد، والمركبات الغير عضويه تتعدى نصف مليون. ومن هنا يطلع لك سؤال، علل وفره المركبات العضويه. اول سبب قدره ذره الكربون الارتباط مع نفسها او غيرها عناصر بطرق عديده. اولا الكربون تكافؤه رباعي، لو جيت توزع الكربون، الكربون سي 6 توزيع الالكترون هيبقى 1s2 2s2 2b2. المستوى الاخير اللي هو المستوى الثاني كده ناقص له كام الكترون؟ ناقص له 4. يبقى ده التكافؤ بتاع الكربون. التكافؤ بتاع الكربون هو عدد الروابط اللي يقدر الكربون يعملها. الكربون تكافؤ رباعي فيقدر انه يعمل 4 روابط. فالكربون ممكن يرتبط مع نفسه او مع غيره بعدة طرق، ممكن يرتبط كده او كده او كده او كده، ممكن يرتبط مع نفسه زي مثلا كده، وهنا في H، ممكن يرتبط مع غيره O، وهنا مثلا O كمان، ممكن يرتبط مع هيدروجين CH4 كده، ممكن يرتبط مع أي مركب تاني. يبقى أول سبب هي قدرة ذرة الكربون على الارتباط مع نفسها أو مع غيرها من العناصر بطرق عديدة. أنت الكربون إحنا قلنا هو المركب الأساسي في المركبات العضوية. الكربون ده ممكن يرتبط مع نفسه مع غيره بعدة طرق وبعدة أشكال، وقد يرتبط الكربون بطرق مختلفة
انت كده ارتبط مع نفسه او مع غيره. ازاي بيرتبط؟ بعدة اشكال، يعني ممكن يعمل سلسلة مستقيمة، سلسلة ذرات كربون، ممكن يعمل سلسلة متفرعة كده مثلا، ممكن يعمل حلقات. دي كده اسمها حلقة متجانسة. ممكن يعمل حلقة غير متجانسة. في عنصر مختلف يبقى حلقة غير متجانسة. حلقة غير متجانسة. واحد يقول لي طب بس الكربون احنا قلنا ليه 4 روابط، ده هنا مثلا دي ليها رابطتين. انا بس بوضح الشكل، يعني في هنا كده روابط من كذا ناحية، وهنا نفس الكلام، وهنا نفس الكلام برضو، وهكذا. يبقى احنا عرفنا ان الطرق، او بمعنى صح وفرة المركبات العضوية، لان الكربون يستطيع ان يرتبط مع غيره ومع نفسه في سلاسل مستقيمة متفرعة أو حلقية أو لا حلقية وهكذا، ويستطيع الارتباط مع غيره من العناصر. بمعنى صح أنت الكربون، لو أنت معاك شوية كربون وهيدروجين، ممكن تعمل عدد كبير أوي من المركبات. يعني ممكن تخلي الكربون بالشكل ده سلسلة كده، وهنا مثلا كربون، وتملى الباقي هيدروجين. نفس الكلام ممكن يبقى سلسلة مستقيمة، ده مركب وده مركب تاني. الخلاصة إن أنت مركبات عضوية موجودة بشكل وافر أو شكل كبير، لأن هي بتتشكل، تقدر إن هي تكون أشكال كتيرة من نفس عدد الذرات. طب عايزين الإجابة اللي في كتاب المدرسة؟ ترجع وفرة المركبات العضوية إلى قدرة ذرات الكربون على الارتباط مع نفسها أو مع غيرها بطرق عديدة، قد ترتبط برابط أحادية أو ثنائية أو ثلاثية، وترتبط ذرات الكربون مع بعضها بطرق مختلفة، إما على هيئة سلسلة مستقيمة أو متفرعة أو حلقات متجانسة وغير متجانسة. طيب قدام العدد الكبير ده، العلماء وجدوا ان في اعداد هائله من المركبات العضويه، والمركبات بتتشابه مع بعضها جدا، بس في اختلافات بسيطه هي اللي بتؤدي ان مركب يكون مختلف عن مركب تاني في الخواص. لذلك العلماء صنفوا المركبات او قسموها، وضعوا نظام لتسميه كل مجموعه. يعني كل مجموعه مركبات ليها نظام معين في التسميه. هنلقي الضوء او هنبص بصه كده سطحيه العينة في المنهج، يعني على التسمية ديت فيما بعد. طيب احنا عايزين نشوف كده الفرق بين المركبات العضوية والغير عضوية. يعني ايه الفروق الجوهرية بين المركبات العضوية والغير عضوية؟ كتاب المدرسة حطت جدول كده لطيف سلس كده بيوضح لك الفرق بين المركبات العضوية والمركبات الغير عضوية. طيب احنا هنقارن ما بين المركبات العضوية والمركبات الغير عضوية. أول حاجة هنقارن فيها هي التركيب الكيميائي. التركيب الكيميائي للمركبات العضوية، يشترط أن تحتوي على ذرات الكربون. يعني لازم المركب عشان نقول عليه عضوي لازم يكون فيه ذرات كربون. وعرفنا ايه المركبات اللي بيبقى فيها ذرات كربون وما بقولش عليها مركبات عضويه، اللي هي السيانات، املاح الكربون، اكاسيد الكربون. ادام المركبات الغير عضويه قد تحتوي على الكربون او عناصر اخرى. انت عندك المركب مثلا Fe2O3، ال FeCl2، ال FeCl3، اي مركب CO2، ده مركب فيه كربون بس مركب غير عضوي لان هو اكسيد كربون. دي مركبات فيها ذرات غير الكربون فهي مركبات غير عضوية. طيب الذوبان، ذوبان المركبات العضوية، المركبات العضوية لا تذوب في الماء بس مش كلها، يعني غالبا، يعني في مركبات عضوية بتذوب في الماء، وكل المركبات العضوية تذوب
في المذيبات العضوية؟ مثلا زي البنزين. هديلك مثال، لو انت في بوهي على ايدك، لو انت دهنت مثلا حيطة وفي بوهي على ايدك، هتجد ان انت لو غسلت ايدك بالمية هتلاقي ان صعب اوي البوهي دي تطلع. لذلك الراجل اللي هو اللي بيشتغل النقاش، اللي بيشتغل طول كل يوم كده في ايده تتبهدل البوهي، هتلاقيه بيغسل ايده بالبنزين وتلاقي ايده بتطلع نظيفة وزي الفل، لان البوهية ديت مركبات عضوية، فيها مركبات عضوية ما بتدوبش في المية غالبا. المركبات العضوية ما بتدوبش في المية غالبا، فالبوهية ما بتدوبش في المية. لذلك انت لما بتغسل ايدك بالمية دوبانها قليل في المية، انت لما تزود البوهية بالمية هتلاقيها بتدوب. لذلك لما تغسل ايدك بالمية مش هتطلع، فبتغسلها ببنزين. نفس الكلام لو في شمع، شمع وقع على القماش عمره ما يطلع بالمية، عمره لازم يطلع ببنزين. يبقى الذوبان المركبات العضوية لا تذوب في الماء غالبا. لازم كلمة غالبا دي مهمة، لأن في مركبات بتدوب في المية، والمركبات العضوية تذوب في المذيبات العضوية زي البنزين. بينما المركبات العضوية بقى تذوب في الماء، تذوب في البنزين، على حسب المركب، مركب أيوني، مركب مش عارف ايه. بس انت أهم حاجة عندك في الذوبانية هي الماء، فلذلك هتقول إن هي تذوب غالبا في الماء. درجة الغليان، تعال أفكرك بدرجة الغليان. درجة الغليان اللي بتحول منها السائل لبخار، درجة غليان المية مثلا حوالي 100 درجة. لما تسخن المية عند 100 درجة بتبدأ الجزيئات إن هي تتحول لبخار من الحالة السائلة للحالة الغازية. درجة غليان المواد العضوية منخفضة، بينما درجة غليان المواد الغير عضوية مرتفعة غالبا، يعني بتبقى مرتفعة أو مرتفعة مقارنة بالمواد العضوية. طيب ودرجة الانصهار، المركبات العضوية الصلبة زي الشمع، الشمع ده انت لو سخنته بالولاعة درجة حرارة بسيطة تلاقيه بيدوب، فلذلك درجة انصهار المركبات العضوية منخفضة. بينما درجة انصهار المواد الغير عضوية مرتفعة، زي الملح كده، حاول تدوب الملح هتحتاج درجة حرارة عالية جدا، الحديد درجة حرارة أعلى، بينما حاجة زي الشمع هتلاقيها بتسيح في إيدك على طول. البلاستيك، ده البلاستيك ده لو حطيت مثلا شريط حطه في مكان في العربية كده بالشمس، انت ممكن تلاقي الشريط ده بدأ يدوب. فدرجة انصهار المواد العضوية منخفضة. طب ليه؟ يعني ليه المواد العضوية؟ المواد العضوية بترتبط بروابط تساهمية. أساس الروابط في المركبات العضوية روابط تساهمية. الروابط التساهمية ديت مقارنة بالروابط الأيونية وغيرها ضعيفة مقارنة بيهم. لذلك انت مركب العضوي مثلا المكون من ذرتين مثلا كربون وكربون، وعندك مركب غير عضوي مثلا N ومش عارف O، هنا مثلا دي روابط أيونية، لما تيجي تعملهم تسخين هتلاقي ان المركب ده بيتكسر بسهولة، فلذلك درجة انصهاره ودرجة غليانه منخفضة. بينما دوت هيبقى أصعب، فتجد ان درجة غليانه ودرجة انصهاره مرتفعة. الرائحة، المركبات العضوية لها روائح مميزة غالبا، يعني لها روائح مميزة، والمركبات الغير عضوية بتبقى عديمة الرائحة. طبعا مش كلهم يعني، غالبا وده غالبا، احنا كمان احنا عرفنا ان ال H2S مثلا ليه ريحة، طب ال NaCl ملوش ريحة. المركبات العضوية بقى ليها رائحة، لو نسيت الحتة دي في الامتحان شم ورقة الامتحان هتلاقي ليها ريحة. ورقة الامتحان هي عبارة عن خشب، الورق بيبقى أغلبيته معمولة من الخشب، الخشب ده كان خلايا يعني مركبات عضوية فليه رائحة، والحبر كمان، فلذلك المركبات العضوية بيبقى ليها رائحة، والمركبات الغير عضوية مبيبقاش ليها رائحة غالبا، يعني مبيبقاش ليها رائحة. الاشتعال، الحتة دي مهمة أوي، تشتعل المركبات العضوية دائما، تنتج ال H2O وال CO2. المركبات العضوية بتبقى مكونة من ذرات الكربون بشكل أساسي، الكربون ده بيرتبط بالهيدروجين أو غيره. اكتر حاجه موجوده في المركبات العضويه الكربون والهيدروجين، وهنعرف دلوقتي ان المركبات العضويه كلها اسمها كربوهيدرات واشتقاها ومشتقاتها.
لما انت عندك حاجه مليانه كربون وهيدروجين، لما تولع فيها الهيدروجين ده هيطير يتفاعل مع الاكسجين يعمل لك H2O بخار ميه، الكربون ده هيطير في الهواء يتفاعل مع الاكسجين يعمل لك CO2. جربها، هتولعها وعلي النار بتاعتها، خلي مستوى النار بتاعها عالي، هتلاقيها بتطلع ثاني اكسيد كربون ده طبيعي. لو حطيت فيها كده بسيط غطا حله مثلا مرتفع عليها، مش النار مش لمساه، هتجد ان فيه زي بخار ميه، ان الولاعه ديت عباره عن غاز ميثان. غاز الميثان ده احنا هناخده بالتفصيل. غاز الميثان هو مركب عضوي لما بيشتعل بيطلع الهيدروجين والاكسجين وبيعملوا CO2 و H2O. المركبات العضويه تشتعل ودائما تنتج ال CO2 وال H2O. المركبات الغير عضويه غير قابله للاشتعال غالبا، ولو الحاجات دي لما تولع بتدي غازات اخرى، يعني مش شرط ان هي تدي لك بخار ميه و H2O زي المركبات العضويه، يبقى غير قابله للاشتعال غالبا، لو تولع بتدي مركبات اخرى. انواع الروابط، الحته دي مهمه. انواع الروابط في المركبات العضويه تساهميه. طب والمركبات الغير عضويه؟ ايونيه وتساهميه. في الباب التالت عرفنا ان المركبات بتوصل كهرباء، المركبات الايونيه زي كلوريد الصوديوم لما تحطه في ميه بيتفكك والجزء الموجب بيروح للسالب والعكس، فلذلك المركبات اللي بتوصل كهرباء هي الالكتروليتات. والالكتروليتات هي المواد اللي بتعمل اللي ما بينها روابط ايونيه. المركبات العضويه فيها روابط تساهميه، فازاي هتوصل كهرباء؟ لذلك المركبات الغير عضويه هي مواد غير الكتروليتيه، هي الكتروليتيه لا توصل التيار الكهربي. طب ليه لا توصل التيار الكهربي؟ لعدم قدرتها على التأيون. يبقى ليه المركبات العضويه غير قابله لتوصيل التيار الكهربي؟ لانها مواد غير الكتروليتيه، فغير قابله للتأيون فلا توصل التيار الكهربي. المواد الغير عضويه فهي مواد غالبيتها مواد غالبا الكتروليتيه، اذا قابله للتأيون فتوصل التيار الكهربي. سرعة التفاعل، المركبات العضوية بطيئة في التفاعل لأن التفاعل يتم بين الجزيئات. المركبات الغير عضوية سريعة في التفاعل لأنه يتم بين الأيونات. البلمرة والتجمع، البلمرة هناخدها في الدرس الثالث، يعني الفيديو الثالث بإذن الله. وباختصار البلمرة هو إن أنا مثلا أجيب مركب إيه، وليكن إيه ده مركب عضوي، زائد إيه زائد إيه زائد إيه زائد إيه، أعمل سلسلة طويلة من مركب اسمه إيه، فبسميه بوليمر. بوليمر أو أجيب بي مع بي مع بي مع بي مع بي، دي اسمها بالمرة. المركبات العضوية بما إنها مركبة من مكونة من روابط تساهمية، فلذلك سهل جدا نعملها بالمرة. لذلك المركبات العضوية تتميز بقدرتها على تكوين البوليمرات. بينما المركبات الغير عضوية غالبا ما بيبقاش فيها بلمرة، لأن هي مش غالبيتها مش مكون من مكونات فيها روابط تساهمية، لذلك لا توجد غالبا. احنا طبعا هنتكلم عن البلمرة دي بتفصيل في الفيديو التالت أو الدرس التالت بإذن الله، بس أنا بديلك نظرة عنها، بعرفك يعني إيه بلمرة. تعال بقى الجزئية الأخيرة وهي المشابهة الجزيئية. المشابهة الجزيئية حاجات متشابهة في الجزيئات، ده اسمها يعني هنفهمها دلوقتي، اللي هو الايزوميريزم.
اسمها بالانجليش ايزومريزم. المشابهة دي توجد بين كثير من المركبات الغير العضوية، ولا توجد غالبا في المركبات الغير عضوية. المركبات العضوية والغير عضوية، بس في حتة كده ايه كروتناها اللي هي المشابهة الجزيئية الايزومريزم. دلوقتي انت عندك نوعين من الصيغة، عندك صيغة جزيئية وصيغة بنائية. هي ايه الصيغة اصلا؟ الصيغة الكيميائية هي اللي بتعرفك ايه المركب ده. لما اقول لك ملح الطعام، كلوريد الصوديوم، كلوريد الصوديوم، ايه الرمز بتاعه؟ الصيغة بتاعته NaCl. طب الهيماتايت او اكسيد الحديد الثلاثي Fe2O3. فديت الصيغ، الصيغ الكيميائية اللي فيها نوعين. عندي صيغة جزيئية وصيغة بنائية. الصيغة الجزيئية هي صيغة تبين نوع وعدد الذرات في المركب، بينما الصيغة البنائية هي صيغة تبين نوع وعدد الذرات في المركب بطريقة الصيغة الجزيئية زي ما قولك كلوريد الصوديوم NaCl، زي ما قولك Fe2O3، دي صيغة جزيئية. صيغة بتبين لك نوع الذرات في المركب، انت عندك ذرات اكسجين وحديد، طب وعددهم متبين برضو، عندك ذرتين حديد وثلاث ذرات اكسجين. طيب هو مرتبطين ازاي؟ يعني هل هو مرتبط كده حديد ذرة حديد متصلة مع ذرة حديد وديت متصلة بذرة اكسجين اكسجين اكسجين، ولا مرتبط حديد مع اكسجين مع اكسجين مع اكسجين مع حديد؟ ما تعرفش. الصيغة ديت ما بتديلكش المعلومة ازاي هما مرتبطين شكل الجزيء، بينما الصيغة البنائية بتبين لك نوع الذرات وعددهم وطريقة الترابط بينهم. طب انا هستفاد بيها ايه؟ هستفاد بيها ان انت عندك حاجة اسمها ايزومريزم، الحتة اللي احنا كروتناها ديت. ايه الايزومريزم ده؟ تعال نشوف التعريف للمشابهة الجزيئية. ظاهرة وجود عدة مركبات تشترك في الصيغة الجزيئية لكنها تختلف في الصيغة البنائية، تختلف في الخواص الكيميائية والفيزيائية. يعني ايه الكلام ده؟ المشابهة الجزيئية، التشكل او الايزوميزم، هو ان انا يكون عندي مركبين او اكتر متشابهين في الصيغة الجزيئية، يعني فيهم نفس الذرات ونفس عددها، نفس عدد ذرات الكربون مثلا 6 هنا وهنا 6، هنا الهيدروجين 7 وهنا 7، هنا الاكسجين مش عارف 3 وهنا 3، بس تختلف في الصيغة البنائية. اللي بيختلف ما بينهم، اللي بيخلي ده مركب ليه اسم وده مركب ليه اسم تاني، هو شكل ذرات شكل الترابط ما بينهم، طريقة الرابطة هنا وشكل الجزيء هنا غير شكل الجزيء هنا. فده بيؤدي في اختلاف في الخواص الكيميائية والفيزيائية، ده بيتفاعل مع كذا وده بيتفاعل مع حاجة تانية، ده بيدوب عند درجة حرارة كذا وده مش عارف عند درجة حرارة كذا. فالفرق ما بينهم هي الصيغة البنائية. لذلك العلماء وضعوا صيغتين، أي مركب ليه صيغتين، صيغة جزيئية، وفي مركبات كتيرة متشابهة في الصيغة الجزيئية، ممكن مثلا تجد 10 مركبات ليهم نفس الصيغة الجزيئية، نفس عدد ذرات الكربون، نفس عدد ذرات الهيدروجين والأكسجين أو النيتروجين مثلا لو فيه، ومختلفين في الصيغة البنائية، فبالتالي مختلفين في خواصهم الكيميائية والفيزيائية. فدول بيبقى اسمهم ايزومرات. لو انت مثلا عندك المركب A والمركب B والمركب C والمركب D، كل دول ليهم نفس الصيغة
البنائية الجزيئية اللي هي سي ستة ف8 وليكن او تلاتة مش عارف ايه، انا بكتب اي صيغة ليهم نفس الصيغة ديت، كلهم نفس الصيغة ديت بس بيختلف، ده مش عارف ذرتين كربون جنب بعض، ده تلاتة بعد كده فرع. فلذلك الاربع مركبات دول اسمهم ايزوميرات، الاي ايزومر للبي والبي ايزومر للسي وهكذا. لذلك احنا بندرس الصيغة الجزيئية والبنائية، لازم تكون عارف الفرق ما بينهم وعارف تعريفهم. طب احنا ليه درسنا الصيغة البنائية دلوقتي؟ احنا بقالنا سنة اولى ثانوي وتانية ثانوي بناخد كيمياء، وفي اعدادي برضو كنا بناخد كيمياء وما سمعناش عن الصيغة البنائية دي، اشمعنى بندرسها دلوقتي؟ السؤال او بمعنى اصح ليه بندرسها في العضوية؟ اشمعنى بندرسها في العضوية؟ لان احنا زي ما قلنا من شوية المشابهة الجزيئية اللي هي الايزوميريزم ديت مش موجود في المركبات الغير عضوية بشكل كبير، ولو في انت ما شفتوش، يعني احنا ما واجهناش مركبين متشابهين في الصيغة الجزيئية بتاعتهم في على مدى دراستنا للكيمياء، ما وجدناش ايزومرات في الكيمياء، بس في الكيمياء العضوية لازم ولابد هتلاقي ايزومرات كتير. عايزين ناخد كده بعض الأمثلة للصيغ البنائية والصيغ الجزيئية. عندك مثلا ال CH4O ده عبارة عن كده اهو CH H H O H، خد بالك أنا فوق هكتب الصيغة، فوق هكتب جزيئية صيغة جزيئية وهنا بنائية. مركب تاني مثلا زي ال C2H2 هكذا، مركب تالت مثلا زي ال C2H4Cl Cl2 هيبقى شكله هكذا. يبقى احنا عرفنا ان الصيغة الجزيئية بتبين لك نوع وعدد الذرات، الصيغة البنائية بتبين لك نوع وعدد الذرات مش كده بس، وطريقة الترابط ما بينهم. فلذلك الصيغة البنائية هي أهم في الكيمياء العضوية، وانت بتتعامل مع الكيمياء العضوية هتتعامل مع الصيغة البنائية. طيب في حتة كده انت مش عايزها تعدي عليك، لازم تاخد مثال عليها، لازم عشان تفهم تاخد مثال. انت بتقول مركبين ليهم نفس الصيغة البنائية مختلفين، ليهم نفس الصيغة الجزيئية مختلفين في الصيغة البنائية، واختلفوا في الظواهر الكيميائية الفيزيائية ازاي؟ زي الكحول الإيثيلي وإيثير ثنائي الميثيل، ودول مثالين لازم تكون حافظهم، لأن هو هيجي يقول لك إيه، اديني مثال على مركبين ليهم نفس الصيغة الجزيئية ومختلفين في الصيغة البنائية، لازم تديله المركبين دول. طيب قبل ما نخش في المثال اللي هنوضح فيه مركبين متشابهين في الصيغة الجزيئية مختلفين تماما في الصيغة البنائية وفي الخواص الكيميائية والفيزيائية، هقول لك حاجة مهمة. زي ما عرفنا ان الكربون تكافؤ رباعي فبيعمل اربع روابط بعدة اشكال كده مثلا، النيتروجين لازم اعرف انه تكافؤ ثلاثي فبيعمل الاشكال ديت، الاكسجين تكافؤ ثنائي، والهيدروجين تكافؤ احادي. الاكسجين ممكن يبقى بالشكل ده برضو. اكتر المركبات اللي هتقابلني هي ديت. طيب الفلور، الكلور، البروم، اليود، اللي هي المركبات اللي اسمها الهالوجينات. المركبات ديت كلها تكافؤها احادي، يعني الفلور رابطه، الكلور رابطه، البروم برضو بيعمل رابطه، اليود برضو بيعمل رابطه، لان انت هتلاقي قدام في مركبات فيها فلور وكلور والكلام ده كله. طيب تعال نشوف كده مثال لمركبين ليهم نفس الصيغة الجزيئية ومختلفين في الصيغة البنائية وبالتالي اختلفوا في الخواص الكيميائية والفيزيائية. مثلا الصيغة ديت C2H6O. الصيغة الجزيئية ديت هي صيغة لمركبين مختلفين تماما. أول حاجة هو إيثير ثنائي الميثايل، تاني حاجة هو الكحول الإيثيلي. ليهم نفس الصيغة الجزيئية اللي هي C2H6O، ده نفس الكلام C2H6O. الكحول الإيثيلي الصيغة البنائية بتاعته عاملة ازاي؟ بيبقى عبارة عن ذرة كربون مرتبطة بثلاث ذرات هيدروجين، مرتبطة بذرة كربون تانية، مرتبطة بذرتين هيدروجين
مرتبطة بذرة O مرتبطة ب H. طب الإثير الثنائي الميثايل، إثير يعني ذرة أكسجين في النص، الميثايل اللي هو CH3، هنعرف قدام إن C مرتبطة بثلاث ذرات H اسمها ميثايل، يبقى آدي الإثير وآدي اتنين ميثايل. آدي الصيغة البنائية هنا غير الصيغة البنائية هنا، فلذلك الاتنين دول مختلفين في بعض الخواص الكيميائية والفيزيائية. يعني مثلا التفاعل مع الصوديوم دي إحدى الخواص الكيميائية، الكحول الإيثيلي يتفاعل مع الصوديوم، الإيثير الثنائي الميثايل لا يتفاعل مع الصوديوم. بس واحد يقول لي ليه؟ يعني ليه كحول الإيثيلي يتفاعل والإيثير لا يتفاعل؟ ممكن يجيلك سؤال علل تفاعل الكحول الإيثيلي مع الصوديوم، هتقول له لأن الصوديوم يحل محل هيدروجين مجموعة الهيدروكسيد. عايزين نفهم هو ليه أصلا الصوديوم بيتفاعل مع المية؟ ليه لما بحط قطعة صوديوم في إناء فيه مية بيحصل فرقعة؟ عرفنا إن الفرقعة ديت عبارة عن هيدروجين متصاعد، المية هي عبارة عن ذرة H مرتبطة بـ O مرتبطة بـ H كمان، اللي بيحصل إن بتيجي ذرة الهيدروجين بتحل محل الهيدروجين ديت، فبيتكون لي الشكل ده NaOH. ذرة الهيدروجين دي بتطلع وبتعمل فرقعة لما بتطلع بره المية، فهو الفكرة بتحصل هنا إن ذرة الهيدروجين بتحل محل هيدروجين مجموعة الهيدروكسيل. أنت عندك الكحول الإيثيلي عبارة عن CH3 CH2 OH، مجموعة الهيدروجين دي بتمشي، دي مجموعة الهيدروكسيل دي اسمها الهيدروكسيل، مجموعة الهيدروكسيل ديت هي اللي بتخلي الكحول، يعني اللي بتميز الكحول أو اللي بتخلي المركب ده بقول عليه كحول هي مجموعة الهيدروكسيل. المجموعة الهيدروكسيل ديت فيها ذرة هيدروجين، الصوديوم بيحل محلها، بيتكون لك CH3 CH2 ONA. سيبك يعني مش مهم عندك ايه اللي بيتكون، بس المهم عندك تعرف ليه بيتفاعل الكحول مع الصوديوم. هيجي لك سؤال يقول لك علم يتفاعل الصوديوم مع الكحول الإيثيلي، هتقول له ان الصوديوم يحل محل هيدروجين مجموعه الهيدروكسيد، بينما في الإيثير الثنائي الميثايل لا يتفاعل. طب دي كانت خاصيه كيميائيه، يبقى الخواص الفيزيائيه مثلا نتكلم عن الكحول الإيثيلي وهنا الإيثير ثنائي الميثايل. الكحول الإيثيلي لو جينا نتكلم عن درجة الانصهار فهو بينصهر عند درجة 117.3 درجة سليزيوس، الثنائي الميثايل 138 درجة سليزيوس. ده اختلاف في الخاصية الفيزيائية، ديت درجة الانصهار. مع الاخر الفرق ما بينهم ان الكحول الايثيلي يذوب في الماء بينما الايثير الثنائي الميثايل لا يذوب في الماء. طيب هقول لك ملحوظه كده عشان لو مش واخد بالك منها تبقى عارفها، هي مش مهمه يعني مش عندك في المنهج بس لازم تكون فاهمها. يعني انت دلوقتي لما كتبت الصيغه البنائيه للكحول كتبت ان الاتش مرتبطه بثلاث ذرات هيدروجين، وهنا مرتبطة بذرتين وهنا مرتبطة بـ O وهنا مرتبطة بـ H. أولا لو أنت فاكر إن الكحول أو الجزيء ده جزيء الكحول عبارة عن خط كده واخد مستوى تبقى غلطان، لأ هو بياخد التلات أبعاد، يعني بيبقى مثلا تجد إن ذرة الهيدروجين فوق واحدة في الاتجاه ده واحدة تحتيها واحدة في اليمين، بتشغل التلات أبعاد الفراغية. والكتاب جايب لك صورة عن النماذج الجزيئية وديت عبارة عن مجسمات بتبين لك الشكل الجزيء في الأبعاد الفراغية الثلاثة بالزوايا بتاعته وكل البيانات بتاعته مظبوطة، وكل ذرة بيتعبر عنها بكورة ليها لون معين وحجم معين. ممكن يقول لك ارسم متشكلات الصيغة للارسم متشكلات للصيغة الجزيئية C5H12، يعني اكتب الايزومرات بتاعت ال C5H12. فمثلا انت السي 5 ممكن تكتبها سي مرتبطه بسي مرتبطه بسي مرتبطه بسي مرتبطه بسي كمان سي اتش 3
H2 NH2 NH2 NH3. لو عايز تكتب الهيدروجين في كل حتة كده يعني تكتبها بالشكل ده C4 2 هيدروجين، هنا يعني نفس الكلام كده براحتك. طيب هيكون ليها أشكال كتير، طيب انت بقى تقعد تكتب الأشكال دي. تعال نشوف أول تجربة عملي عندنا في العضوية لازم تكون عارفها وحافظ الرسمة بتاعتها، لأنه هيجي يطلب لك الرسمة مع البيانات والكلام ده كله. أنت الكيمياء العضوية عندك فيها 4 تجارب لازم تكون عارفهم. تعال نشوف أول تجربة، وهي عبارة عن تجربة الكشف عن الكربون والهيدروجين في المركب العضوي. يعني هنعمل تجربة بمعنى أصح بتؤكد وبتبرهن إن في كربون وهيدروجين في المركبات العضوية. نظريا احنا قلنا لما المركبات العضويه بتحترق هي علشان تحتوي على الكربون والهيدروجين بشكل اساسي، فبتنتج CO2 و H2O. حلو. طيب انت عايز تكشف عنهم، انت مش هتعرف تكشف عن الكربون لان الكربون اول ما بيطلع بيتفاعل مع الاكسجين بيعمل لك CO2، ومش هتعرف تكشف عن الهيدروجين لان اول ما بيطلع بيعمل لك H2O، اول ما بيطلع بيتفاعل مع الاكسجين ويعمل لك H2O. لذلك انت تكشف عن CO2 وH2O. انت ازاي تكشف عن مادة؟ عرفنا من الباب التاني ان انت عشان تكشف عن مادة ان انت تحط حاجة على حاجة، فلو ادالك لون معين، ادالك لون احمر يبقى مادة كذا، لون مش عارف ايه يبقى مادة كذا، راسب كذا يبقى مادة كذا. ده نفس اللي هيحصل، هنعمل احتراق لمادة عضوية، وبعد ما المادة العضوية دي هتحترق هنحط حاجة تكشف عن ثاني اكسيد الكربون وحاجة تكشف عن بخار المية اللي طالع. ثاني اكسيد الكربون بنكشف عنه بطريقه سهله وعارفينها من واحنا في رابعه ابتدائي، وهي ماء الجير اللي بيتعكر لما ثاني اكسيد الكربون بيعدي عليه، واحنا عرفنا معادله تعكر ماء الجير في الباب الثاني. طيب الميه هنكشف عنها بايه؟ البخار الميه هنكشف عنه بماده اسمها كبريتات النحاس لامائيه. ماده اسمها كبريتات النحاس اللامائيه، لو انا عندي شويه كبريتات نحاس كده لامائيه هعرف منين ان عدى عليهم بخار ميه؟ كبريتات النحاس المائية بيبقى لونها أبيض، لما بيعدي عليها بخار المية بيبقى لونها أزرق. طيب طيب طبعا انا بعتذر عن الرسمه الشنيعه ديت، بس مش مهم يعني. طيب خطوات التجربه، هو ان انا هحط ماده عضويه هنا، اي ماده عضويه، بلاستيك، قماش، شمع، واحط معاها اكسيد النحاس. CuO. ايه فايدة اكسيد النحاس او ليه حاطط اكسيد النحاس؟ علشان اسهل عملية الاكسدة، بمعنى اصح الكربون اللي طالع يتعمل له اكسدة بسرعة يبقى CO2 وتتسهل عملية الاكسدة، والهيدروجين اللي طالع يتعمل له اكسدة بسرعة ويبقى H2O، بحيث ان التجربة ما تبوظش، يعني ما تبقى الاكسدة بسيطة كده وما اعرفش اكشف عن الحاجات ديت فالتجربة تبوظ، فبحط اكسيد النحاس لتسهيل عملية الاكسدة. احط هنا كبريتات النحاس اللامائية، وهنا احط ماء جير رائق وهيتعكر لما يمر فيه غاز ثاني اكسيد الكربون. يعني بمعنى الصح هنا هيحصل عملية احتراق واكسدة، هيعد في الانبوبة ديت ال H2O وال CO2. ال H2O هو اللي هيتفاعل مع كبريتات النحاس المائية ويحول لونها من ابيض لازرق، وال CO2 مش هيتفاعل معاها، هيعدي ويعكر ماء الجير. المعادلات اللي عليا، المعادلة اللي عليا هي معادلة الأكسدة. يعني معادلة الأكسدة يعني إيه؟ معادلة اللي بتبين إن الـ 2H اللي طلع لما تفاعل مع الـ CuO أنتج لي النحاس زائد الـ H2O. ده حصل فين؟ ده حصل هنا. ويهمني برضو
ان خارج ثاني اكسيد كربون او حصل له اكسده، يبقى عندي الكربون زائد ال سي يو او اتكون لي ال سي او 2 زائد 2 سي يو او ينافي 2. طيب هذه معادلات بس اللي تهمني، وال اتش 2 او ده هو اللي عمل تعكر، هو اللي عمل كبريتات النحاس اللامائيه هقول لها، والسي او 2 هو اللي عمل تعكر مائي الجير. يبقى هو ده احتراق المواد العضويه، وادينا كشفنا عن الكربون والهيدروجين. طبعا انت مش محتاج تبقى حافظ صم المشاهده والاستنتاج والكلام ده كله، الكلام ده كله فهم، انت فاهم اللي حصل في التجربه كالاكسيات عادي، فاهم اللي حصل في التجربه، وفاهم ليه طلع ثاني اكسيد كربون وما طلعش كربون بس، وكشفت عنه ازاي واتاكدت انه موجود ازاي. لازم تبقى عارف بترسم الرسمه ازاي، لو انت مالكش في الرسم يعني ما بتعرفش ترسمها وكده، اتعود عليها، ارسمها مرتين ثلاثه كده وانت بتذاكرها، وهتلاقي نفسك بترسمها بكل سهوله ان شاء الله. بعد ما كشفنا على ذرات الكربون والهيدروجين في المركبات العضويه، دلوقتي المركبات العضويه عددها كبير جدا، ده 10 مليون، فلازم العلماء يضعوا طريقه لتصنيفها. زي ما كان عندنا عناصر كتير ووضعنا الطريقه لتصنيفها وعملنا جدول الدوري الحديث، عملوا حاجه زيه، يعني ما عملوش جدول، لا عملوا طريقه للتصنيف. صنفوا ان المركبات العضويه كلها اسمها هيدروكربونات. اي مركب عضو في الدنيا هو عباره عن حاجه من الاثنين، اما ان يكون من الهيدروكربونات واما ان يكون من مشتقاتها. الهيدروكربونات هي المركبات التي تحتوي على الكربون والهيدروجين بشكل اساسي. مشتقاتها يعني مثلا هشيل ذره هيدروجين واحط مكانها مركب، او احط مكانها عنصر تاني، ده يبقى مشتقات الهيدروكربونات. اي مركب في عضوي في الدنيا بيبقى بحاجه من الاثنين دول. لذلك انت في العضويه عندنا في منهج العضويه هنقسمه لنصين، الجزء الاول هندرس فيه الهيدروكربونات الحلقيه واللا حلقيه، الجزء الثاني هناخد فيه مشتقات الهيدروكربونات، الكحولات بقى والفينولات والكلام ده كله. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان المركبات العضويه هي عباره عن هيدروكربونات. لو حبيت تضع تعريف للهيدروكربونات، هي المركبات التي تحتوي على الكربون والهيدروجين بشكل أساسي. طيب المركبات الهيدروكربونات تنقسم لنوعين، أول نوع اسمه أليفاتية، هيدروكربونات أليفاتية، تاني نوع اسمها هيدروكربونات أروماتية. يعني إيه أليفاتية؟ أليفاتية يعني بسيطة، هيدروكربونات بسيطة. تاني نوع أروماتية يعني معقدة. المعنى ده ليك أنت، يعني مينفعش تقول إن الهيدروكربونات تنقسم لنوعين، بسيطة ومعقدة، لا اسمها أليفاتية وأروماتية. المعنى ده عشان تبقى فاهم اللي انت بتكتبه مش أكتر. طيب الأليفاتية تنقسم لنوعين، أول نوع أليفاتية لا حلقية، أو تقدر تقول إن هي اسمها ذات سلسلة كربونية مفتوحة. لو السلسلة دي اتقفلت هتبقى حلقية، حلقية أو ذات سلسلة مغلقة. طيب الحلقية دي هسميها حلقية مشبعة، الهيدروكربونات الأليفاتية اللا حلقية تنقسم إلى نوعين، مشبعة وغير مشبعة. مشبعة يعني روابطها كلها أحادية، وغير مشبعة يعني فيها رابطة مزدوجة أو ثلاثية. احنا قلنا إن ذرات الكربون بتعمل أربع روابط، لو عندك مركب فيه ذرات الكربون كل روابطها أحادية بالشكل ده،
كده اهو كده اهو، سواء مرتبطة مع كربونات تانية او هيدروجين او اي حاجة تانية، فده اسمه مركب مشبع. طب لو عندك مركب فيه ذرة كربون واحدة بس على الاقل، يعني ممكن تكون واحدة، ممكن تكون 10، ممكن يكون كلهم فيهم روابط ثنائية او ثلاثية، فتقول المركب ده غير مشبع، روابط احادية مشبع وغير احادية لو واحدة على الاقل هقول عليه غير مشبع. طب يعني ايه مشبع وغير مشبع؟ مشبع يعني مكتفي بذاته، مش عايز حاجة تانية، يعني بطيء في التفاعل او غير نشط، بلاش بطيء ديت، هقول لك غير نشط. بينما غير مشبع يعني مش كامل، يعني نشط عايز يعمل تفاعلات. الحتة دي فاهم، الحتة دي كلها ليك انت، يعني هنعرفها قدام بالتفصيل. لما انت عندك رابطة واحدة احادية كده، الرابطة دي نوعها السيجما، ورابطة سيجما رابطة تساهمية قوية صعبة الكسر. بينما لما يكون عندك رابطتين، واحدة سيجما التانية بسميها باي. لو عندك 3 روابط، واحدة سيجما والاتنين التانيين بيبقوا باي، رابط باي دي بتبقى ضعيفة سهلة الكسر. لذلك المركب اللي بيحتوي على ذرة كربون فيها رابطة ثنائية أو ثلاثية، فده معناه إن في رابطة باي واحدة أو رابطتين، فده معناه إنه يكون نشط، إنه عايز يكسر الرابطة ديت ويعمل تفاعل. الكلام ده هنعرفه بالتفصيل قدام، بس كل عايزك تعرفه دلوقتي إن كلمة مشبعة مقصود بيها إن رابطة أحادية، وغير مشبعة يعني رابطة ثنائية أو ثلاثية. المركبات المشبعة اسمها الألكانات، الألكانات. الغير مشبعة بيبقوا نوعين، الكينات والكاينات. شايف الفرق في التسمية؟ بعد الكاف هنا ألف، هنا ي، وهنا ألف ي. الصيغة الجزيئية أو القانون الجزيئي للألكانات CN H2N بلس 2. طب للألكينات CN H2N. طب للألكاينات CN H2N minus 2. يعني انت عندك مركب ألكان، مفرد ألكانات ألكان، عدد ذرات الكربون بتاعه وليكن 4، يبقى عدد ذرات الهيدروجين كام؟ تبع الصيغة ديت هتضعفه 8، اجمع عليه 2 هيبقى 10. سي مثلا 6 هتضعفه يبقى 12، اجمع عليه 2 يبقى 14. طب الألكينات، انت عندك مركب سي 4، سي 4 هتضعفها يبقى اتش 8، سي 5 هتضعفها يبقى اتش 10. طب الألكينات، الألكينات آسف، يبقى اسمها مثلا لو سي 5 ضعفها هيبقى 10، اطرح منه 2 هيبقى 8. سي مثلا 7 هتضعفها 14، اطرح منها 2 هتبقى 12. طيب يبقى رسمتها عاملة ازاي؟ انت بتقول لا حلقية، يعني ذرة كربون مع كربون مع كربون مع كربون، هنا في ربط على الأقل ثلاثية، هنا الكينات كربون مع كربون مع كربون ويبقى في ربطة ثنائية، هنا كربون مع كربون مع كربون مع كربون مع كربون كمان مفيش ولا ربطة ثنائية ولا ربطة ثلاثية. طيب لو انت جبت المركبين دول قمت رابط ذرة الكربون دي مع ذرة الكربون، او تعالى هنا مثلا ادي اهو، تعالى كده كمان ربطت ذرة الكربون دي مع دي، هيعمل لك حلقة، ساعتها يبقى اسمها حلقة مشبعة، يبقى ذات حلقة أو ذات سلسلة مغلقة أو عبارة عن حلقة مشبعة. هي دي بقى الألفاتية الحلقية المشبعة. الصيغة الجزيئية بتاعتها بتبقى CN H2N. لو لاحظت اللي أنا لاحظته يبقى أنت فاهم الأيزومرات. مش ملاحظ إن هنا زي هنا؟ يعني عدد ذرات الكربون هنا لو انت عندك مثلا سي 4 يبقى الاتش كام؟ يبقى الاتش 8. طب ما ده ايزومر لده، بس مختلفين في الصيغه البنائيه، ده سلسله وفي رابطه ثنائيه، ده سلسله مغلقه وفي كل رابطه احاديه، بس مختلفين في الصيغه الجزيئيه. لذلك ممكن يجيلك سؤال، الالكينات ايزومرات لي المركبات الالفاتيه الحلقيه المشبعه او المركبات الحلقيه المشبعه بس، والعكس ممكن يقول لك المركبات الحلقية المشبعة، الهيدروكربونات الحلقية المشبعة،
ايزومرات للالكينات. اكمل بقى او اختر. طيب مركبات حلقية مشبعة دي بتتكتب ازاي او بشكلها عامل ازاي؟ بيبقى سي سي كده اهو. هنا في ذرة هيدروجين 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 هيدروجين، كل واحدة ناقصلها ذرتين هيدروجين. طيب علشان نختصر الشكل ده فهو معمل لك مربع. ده معنى ايه؟ ان عند كل زاوية في ذرة كربون. طب لو عملت مثلث عند كل زاوية في ذرة كربون ممكن يكون شكل خماسي شكل سداسي وهكذا. انا ممكن اقول لك تسميتهم دلوقتي عامله ازاي، كتاب المدرسه كاتب التسميه بتاعتهم، بس انا مش بفضل اقول لك التسميه دلوقتي، بفضل اقول لك تسميه كل حاجه لوحدها لما نخش عليهم. يعني لما نيجي المركبات الاروماتيه، اروماتيه بتبقى معقده من اسمها كده، معقده يعني رخمه، بتبقى حلقيه غير مشبعه. يعني حلقات زي دول بيبقى فيهم رابطه ثنائيه او اكتر من رابطه، او يبقى فيهم رابطه ثلاثيه. المركبات الاروماتيه عباره عن مركبات حلقيه غير مشبعه. يعني عندك ذره كربون وهكذا، ادي حلقيه، نفصل بس كده عن دول، وهنا في رابط ثنائي. ساعتها هيكون في ذرة هيدروجين هنا، هنا ذرة هيدروجين، هنا ذرة هيدروجين، هنا ذرة هيدروجين، هنا هيدروجين، يعني نفس الكلام. فلذلك أنا ممكن أختصرها كده أهو، بس ساعتها هعمل الشكل ده، بلاش الرسمة ديت أهو. ده كده مركب حلقي. طب إيه اللي فرق ده عن ده؟ ما ده كده حلقي مشبع. لا أنا هقوم عامل خط كده هنا، ده معناه إن ده حلقي غير مشبع، مركبات أروماتية. طب انت اكيد المسميات اروماتيه اليفاتيه مشبعه وغير مشبعه عملت لك لخبطه. علشان تتخلص من اللخبطه ديت والحيره، انت مش عليك تحفظ الشكل ده. الشكل ده كده اللي هو ايه، بيعرفك المركبات عامله ازاي. انت لازم تبقى عارف يعني ايه اليفاتيه ويعني ايه اروماتيه، وتعرف يعني ايه مشبعه وغير مشبعه بس. بحيث لو جالك مثلا في الامتحان وبيقول لك المركب ده عباره عن ايه، هتقول ده مركب حلقي مشبع. مركب زي ده عبارة عن ايه، اتش 3 هنا و اتش 3 هنا، ده حلق لا حلقي مشبع. طب مركب زي ده ده عبارة عن مركب لا حلقي غير مشبع. انت مش فرض عليك انت تحفظ المسميات والكلام ده، انت تبقى فاهمها وتحفظ الصيغ ديت. بإذن الله المرة الجاية هنبدأ في أول درس عندنا هو الألكانات. قبل ما نروح للألكانات هسيب لك حاجة كده تحفظها، بحيث إن إحنا لما نخش على الدرس اللي جاي حاجة تساعدك في التسمية. دلوقتي التسمية بتعتمد على الأرقام اللاتينية. دلوقتي الأرقام اللاتينية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الواحد باللاتيني يعني مس، اتنين يعني اس، تلاتة يعني بروب، أربعة يعني بيوت، خمسة يعني بنت، ستة هكس، سبعة هبت، تمانية أكت، تسعة نون، عشرة ديك. يبقى مس اس بروب بيوت بنت هكس هبت اوكت نون ديك. لازم تكون حافظ الالكانات باذن الله، ولازم علشان تبقى فاهم الالكانات تسمية الالكانات لازم تكون حافظ الارقام. كده احنا الحمد لله خلصنا اول درس هو المقدمة في الكيمياء العضوية. ان شاء الله المرة الجاية هنبدأ الدرس التاني هو اول حاجه في الهيدروكربونات اللي هو الالكانات، وناخد تفاعلات. درس بسيط جدا باذن الله، واللي بعده يبقى بسيط وكل حاجه. اسف لو طولت المره دي، واسف على الدوشه زي ما اتكلمت قبل كده، واسف ان انا بدات متاخر اصلا. يعني انا كنت ناوي ان انا ابدا اصلا قبل في نص شهر 12 كده ولا حاجه، بس كان عندي امتحانات، ابدا وانا في امتحانات خالص، فاضطريت ان انا ااجل بدء الفيديوهات.